أصدقائنا أخذنا هذه السيارة اللي ميتسوبيشي باجيرو، راح نصعد بها إلى المياه المعدنية. نحن في جيرمو، السيارة اللي وصلنا بها ما تقدر توصل، فهذه السيارة الرباعية الدفع إن شاء الله راح توصلنا. فنلتقيكم قرب المياه المعدنية والجاكوزي الطبيعي. ثلاث مرات زرنا الينابيع، الجاكوزي الطبيعي اللي هسه متوجهين منه، لكن بصراحة الأيام اللي رحنا لها كلها في كان في فصل الصيف، واليوم هذا أول مرة راح نزورها في فصل الشتاء وفي موسم الثلوج. بصراحة ما نعرف الطريق شلون، لكن أكيد بيها ثلوج الطريق. الرحلة بعد ما بدأت، احنا تحركنا لكن بعد ما بدأت هسه على الشارع العام، راح ندخل نطلع من الشارع العام وننتقل الى طريق اخر من اخر من الطريق، تحول رحلتنا الى رحلة سفاري. هسه انحرفنا من الطريق، طلعنا الى طريق المؤدي الى ينابيع المياه المعدنية. طبعا بصراحة الطريق كان متعب ومرعب، أفلام رعب. وصلنا الحمد لله والشكر، كان صعب بحيث مكانات ما قدرت أصور من شدة الانحدار. شوف شلون بلش يطلع المي. أيوة. شوف شلون قام يفور. هسه يستمر هالشكل، مي دافي. المنطقة الحوالينا كلها ثلوج، المي درجة الحرارة تقريبا 34 درجة مئوية. بدأ الفوران هنا، هسه راح يهدأ ورا شوية، يستقر 7 دقائق 8 دقائق، يتجمع الغازات ويبدأ بالاندفاع خارج الأرض.
فوران المي، اندفاع المي توقف، راح يستمر 7 دقائق 8 دقائق. خف المي مو صحيح ابو جمعه؟ خف شويه هسه، خف هسه 7 8 دقائق تجمع الغازات ويبدأ بالاندفاع مرة أخرى. شنو رأيك أبو جمعة بالموقف؟ ما شاء الله شعور من الآخر. جديات. أي والله. منين جاي حضرتك؟ من قطر. من قطر، أهلا وسهلا. وكم يوم صار لكم في أرمينيا؟ صار لي يومين. وش حسيت؟ عجبك الموقف؟ لا ما شاء الله كل شيء من الآخر ما شاء الله. وتشجع أصدقائك معارفك من القطريين بزيارة أرمينيا للسياحة؟ أشجعهم نعم إن شاء الله. من اللي اصطحبكم إلى جيرموك أو يرافقكم بالجولات السياحية؟ أرارات السياحة أخونا أبو ماسيس. الله يخليك. صراحة مرتاحين ويا أبو ماسيس؟ الحمد لله. الجماعة يقولون أبو ماسيس مو زين و لا أبو ماسيس ما شاء الله كذا أبو ماسيس. الله يخليك، ممنون. إن شاء الله الجايات تكون أحلى أبو جمعة عزيزي. شوف هذا أحد الينابيع هذا البيت أنا جربته، يعني مو نقلا عن أحد تكلم. صراحة صار عندي التهاب عيني فغسلته بهذا المي مرتين غسلته، وألف الحمد لله والشكر التهاب والحساسية زاد. هسه أنا جاي مرة أخرى راح آخذ من هذا المي أحتفظ بيها بالبيت. نزول هذه الشوائب عليها، هذه مخلفات المعادن. احنا مرة أخرى بدل الماء بالاندفاع بعد أن نجمع الغازات. وهنا اللون البرتقالي هذا اللي نشوفه، الينابيع المياه المعدنية دائما بهالمناطق اللي نشوفه التربة تكون برتقالي، وسبب هذا اللون هو ترسبات المعادن. شوفوا هذه أحد العيون، هسه راح نقرب من العين آخر أيضا نشاهد نفس اللون. شوف هذا المجرى، شوفوا لون التربة، هذا هنا عين آخر، هذا مو آخر، لون المي أيضا تربة برتقالية. هذا الينبع الآخر نشوفه أيضا، التربة اللي حوالين العين أو الينبوع